مصريه، مين فريقك المفضل اللي انت وانت بتتفرج كده لو لقيته بيلعب تشجعه ونفسك يكسب؟ I'm with my heart, I'm with Ismailia. بقلبي انا مع الاسماعيليه لانني قضيت اجمل اوقاتي هناك وكان هناك افضل فريق والاقوى اقوى فريق في مصر وافريقيا. وما اقوله الان وما قلته من وقت سابق أن في الإسماعيلية لم يكن لدينا لاعب واحد فقط نجم، ولكن كان الفريق كله نجوم وكان الفريق يلعب كفريق متكامل ونحقق نتائج. ولكن للأسف كنت أقود هذا الفريق، ولكن الأمر الآن محزن عندما أرى ما يحدث في الإسماعيلية. أنا أتمنى أن يتعافوا من هذه الغفوة. طيب أنت زعلت أن توليت قيادة نادي الزمالك لمدة مباراة واحدة ومشيت بعدها، ده مأثر فيك شوية؟ لا هو مسك مدة مش مباراة واحدة. إيه؟ مسك مدة. لا مسك مدة وبعد كده رجع تاني مسك مباراة ومشي. ليس لدي أي شيء ضد الزمالك على الإطلاق، وليس علي أن أثبت أي شيء. وإذا وصلنا إلى هذه النقطة أقول أنني أنا المدير الفني الوحيد في تاريخ كرة القدم المصرية الذي تم إقالته من نادي الزمالك بدون أن يخسر مباراة واحدة. ولكن الظروف بشكل عام لم تكن مواتية، لأن رئيس النادي هو من يوجه الأمور وكان يريد أن يكسب الانتخابات. أنا لست غاضبا من هذا، ولكنني حزين من أجل الزمالك، وهذا ما أقوله اليوم. النادي الزمالك نادي عظيم ونادي قوي، ولكن الأمور الإدارية في النادي تظهر دائما المشكلات. طيب مين أفضل لاعب في نادي الزمالك دلوقتي من وجهة نظرك؟